ما حكم لحم الغنم والبقر الذي نشتريه هنا من الأسواق في أستراليا، وكيف نعرف أنه حلال أم حرام؟ وهل يكفي أن نجد كلمة حلال على جدار المحل، أم أننا نستطيع الشراء من أي محل هنا في أستراليا؟ الذي في بلاد المسلمين يأكل من اللحم الذي يجلب في أسواق المسلمين، لأن الأصل فيه الإباحة. أما الذي في بلاد الكفار فإذا كان المسلمون لهم سوق خاص وتباع فيه اللحوم فهو يشري منه ويأكل، لأن الأصل فيه الإباحة. اللي يجلب في سوق المسلمين الأصل فيه الإباحة. والذي أعرفه أن الجاليات هناك تقيم لها مسالخ خاصة تذبح فيها وتبيع في أسواقها، فإذا كان فيه جاليات من هذا النوع لها مسالخ خاصة فيأكل من ما يذبح فيها مع المسلمين. نعم.